طيب تعالوا بقى نتكلم كتير عن الجزائر وشعب الجزائر وجماهير الجزائر. من كام يوم كلمتكم كتير عن الجزائر والشعب الجزائري وكرم الضيافة وحسن التشجيع اللي عملوه مع بعثة منتخب مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط. النهاردة كان ختام هذا الاحتفاء بالبعثة المصرية وكل ما هو مصري في مباراة كرة اليد، مباراة مصر وأسبانيا. المدرجات كان على آخرها وكل الجماهير أو معظم الجماهير طبعا جزائريين وبيهتفوا مصر مصر. اسمعوا. سامعين الجمال، سامعين الحماس، سامعين الروح. بيشجعوا مصر اكنهم بيشجعوا الجزائر، بيشجعوا مصر اكنهم بيشجعوا الجزائر. اسم في منتخب مصر، اسم مصر اللي كان بيهتف بيه الجماهير الجزائريه طول هذه الدوره. بيساندوا ابطالنا، بيساندونا في كل الالعاب، بيقفوا معانا وكانك في استاد القاهره مش في وهران، بلدنا التاني، أشقائنا الحقيقيين. والله فوق الراس، والله يستحقوا الشكر كل لحظة وكل دقيقة وكل ساعة وكل يوم وكل شهر وكل سنة. حاجة في منتهى الجمال، في منتهى الروعة. مرة أخرى بشكر من القلب باسمي وباسم كل الشعب المصري والجماهير المصرية، الشعب الجزائري والجماهير الجزائرية على كرم الضيافة وحسن التشجيع طوال هذه الدورة. جميلكم وهعتبره جميل فوق الراس، بنشكركم عليه دايما. قسما بالنازلات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات شكرا للشعب الجزائري والجماهير الجزائرية.